وشيء آخر وأهم، الآية لها تتمة، وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أمر ما بفكروا، فكرهم فقط منصب على ذكرهم، وليت هذا الذكر كان على وجه مشروع كما ذكرنا، فهم يعني أعرضوا عن العمل بالآية من أولها إلى آخرها، لأن من تمامها وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل رفع رأسه إلى السماء وقرأ هذه الآية، هذا من السنة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات كفقنا إلا ابتلي قرآني قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. لا إله إلا أنت وإياك. نعم.